ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهد حي البرينسيبي بمدينة سبتة المحتلة ليلة الأحد الاثنين واقعة خطيرة تتمثل في تبادل شخصين لإطلاق الرصاص، ما أثار رعب وهلع ساكنة الحي التي كانت تستعد لتناول وجبة السحور. وأوضح موقع الفارو دي سيوتا بأن ساكنة حي الأمير والذي يقطنه عدد كبير من المغاربة استيقظوا على وقع إطلاق الرصاص ما أثار رعبهم وهلعهم، مشيرا إلى أن هشام أحمد رئيس جمعية الأحياء في نورث ستريت قال في تعليقه: الحمد لله هذا عار لأن الأمور كادت أن تتطور. وأكد الموقع الإسباني بأن الفيديو الذي تم تسجيله يعكس بوضوح الأجواء التي تعيشها ساكنة الحي المذكور، مشددا على أن الساكنة تريد العيش بسلام. وقد فتحت الشرطة تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في تبادل إطلاق النار. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.